السلام عليكم. طبعا يعني الموضوع أشبع بحثا، الكل أنا شايفه تعبان نتيجة لطول الفترة الزمنية. أحاول أقرأ قراءة ويعني أعمل شوية استطرادات بشكل سريع حتى ألحق في العشر دقائق أو الربع ساعة الممنوحة. يعني أولا في بداية الورقة كنت أحب يعني أن أحدد طبيعة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. يعني جميعنا نسمع أننا نمر بمرحلة تحرر وطني وديمقراطي، وأنا في مقدمة الورقة أكدت على وديمقراطي، وضع حرف الواو، لأن كثير منا يعني يسمي المرحلة أنها مرحلة وطني ديمقراطي، وهذا خطأ. عندما نقول مرحلة تحرر وطني أي أننا في حالة صدام مع محتل، وديمقراطي أي نحسم خلافاتنا الداخلية بالطرق الديمقراطية. ولكن عندما نقول صراع تحرري ديمقراطي، هذا يعني أن هذا الصراع مع العدو هو صراع ديمقراطي، أي نستثني كل الأساليب العنيفة في مواجهة الاحتلال. لذلك دائما عندما نشخص المرحلة يجب أن نقول أننا في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي. نحن أي النقيض الرئيسي لمشروع الشعب الفلسطيني هي دولة الكيان، والتناقض الثانوي هو مع باقي مكونات العمل الوطني والإسلام الفلسطيني، أي حسم الخلافات تكون بطرق ديمقراطية. أنا وضعت هذه المقدمة حتى أدخل إلى مفهوم التنسيق الأمني، لأنه نسف هذا المفهوم وهذا التشخيص للمرحلة. عند الحديث عن التنسيق الأمني يجب استحضار مفهوم المرحلة أو المفهوم السابق للمرحلة والذي يتناقض معها، وقد أدى إلى تفجير الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وأعطى الصراع الداخلي صفة الصراع التناحري، بمعنى أن التناقض الرئيسي مع الاحتلال أصبح تناقضا رئيسيا فيما بين مكونات العمل الوطني والإسلامي. وهذه التجربة مستوحاة من تجربة حكومة فيشي في فرنسا عندما احتلت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية لفرنسا، وقامت بتشكيل حكومة سميت بحكومة فيشي، وكانت بين قوسين تسمى بالحكومة العميلة، والتي تعاونت مع الاحتلال بهدف جعل التناقض ما بين مكونات الشعب الفرنسي هي تناقض رئيسي، بعيدا عن النقيض الأساسي وهو الألماني والذي كان يقاتل على جبهات متعددة في الحرب العالمية الثانية. لأن مفهوم التنسيق الأمني حسب كل التفاهمات والاتفاقات مع السلطة جعل جزء من الشعب الفلسطيني وبرامجه السياسية في حالة صدام تسببت في حالة الانقسام الفلسطيني المقيت، والذي أضر بالشعب ومصالحه لسنوات طويلة، ووفر تربة خصبة لأعدائنا، وكرس حالة الانقسام بشكل مستمر من خلال الإصرار على التنسيق الأمني كمدخل لأي حلول أو مفاوضات تتعلق بإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. وهذا أبقى الحالة الفلسطينية في حالة توتر دائم وتراجع على كل الأصعدة، وأعطى العدو فرصة خلق أمر واقع جديد ينهي ما يسمى بحل الدولتين لصالح المشروع الصهيوني، والذي يستند إلى الثوابت الصهيونية الخمسة المعروفة، وهي لا للدولة الفلسطينية المستقلة، لا للقدس عاصمة، لا لحق عودة اللاجئين، لا للانسحاب من شريط نهر الأردن، ولا للسيطرة تحت الأرض وفوق الأرض. هذه لآت مقدسة لدى كل الحكومات الصهيونية، هي الفكرة الصهيونية التي يعني أنشأت عليها دولة إسرائيل. بناء على هذه اللآت هناك سياسة عامة في التعامل مع الفلسطيني. لم تأخذ الاتفاقيات الأمنية التي تم إبرامها مع الاحتلال بهذه اللآت وكأنها غير موجودة، وأصبحت الهدف الاستراتيجي هو فقط الحفاظ على بقاء السلطة وليس تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية. عند الحديث عن المعنى اللغوي للتنسيق الأمني بين طرفين، يعني تبادل المصالح على أساس التعامل الند بالند، ولكن ما يجري على الأرض في الحقيقة هو تقديم الطرف الفلسطيني للمعلومات والمساندة النظرية واللوجستية لحفظ الأمن الإسرائيلي مقابل بعض التسهيلات
تقدم للطرف الفلسطيني، وأيضا تقديم الدعم المالي من خلال حث المانحين على ذلك، إضافة إلى تقديم أموال الضرائب دون إعطاء الطرف الفلسطيني أي حماية أمنية، لا للسلطة ولا للأفراد ولا للأماكن، وهذا يراه الجميع يوميا من خلال الممارسات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة الرسمية وغير الرسمية. في الماضي القريب كان يعتبر أي شكل من أشكال الاتصال مع العدو بمثابة خيانة وطنية يعاقب عليها القانون الثوري الفلسطيني لمنظمة التحرير، وهناك أمثلة كثيرة في هذا السياق لا أود يعني ذكرها، ويعني أختصرها بالقيام باغتيال عصابة السرطاوي في البرتغال أعتقد في عام 1980، لأنه فتح قناة اتصال لم تكن على أسس وطنية وتم اغتياله في البرتغال، وهذه أحد الأمثلة والمليئة بالعشرات من الأمثلة. أما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها الأمنية اختلفت الصورة بشكل دراماتيكي، خاصة عندما تعهد الرئيس ياسر عرفات لرئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين من خلال رسالة مكتوبة، وذلك قبل توقيع اتفاقيات أوسلو. يعني عندما بدأت أو وصلت منظمة التحرير أو تم دفع منظمة التحرير نحو الفلس العسكري والسياسي والاقتصادي، وهذا يعني كان في مراحل ما بعد خروج منظمة التحرير من لبنان عام 1982، كان الهدف الولايات المتحدة وحلفائها أن توضع المنظمة أو المقاومة الفلسطينية في بين قوسين في فلس عسكري، وهي هزمت في 82 في معارك بيروت، وفلس سياسي عندما دفعوا ياسر عرفات للوقوف مع صدام حسين لاحتلال الكويت، وفلس اقتصادي لم يقبض الموظفين منظمة التحرير لمدة 18 شهر مرتباتهم، وبعد ذلك بدأت تنضج فكرة الذهاب إلى مفاوضات أو الذهاب نحو مشروع تسوية مع رابين، وبدأ ذلك من خلال صحفي إيطالي على ما أذكر أرسل ياسر عرفات إلى الإسماعيلية، كان هناك اجتماع ما بين حسني مبارك وإسحاق رابين، وأعطاه ورقة فيها معها خارطة، الخارطة محطوط عليها دويرة على غزة ودائرة على أريحة وبين قوسين التعاون الأمني أساس الحل. إذن بدأت فكرة التنسيق الأمني حتى قبل توقيع اتفاقيات أوسلو بتلك الورقة، والتي رفض رابين في ذلك الوقت استلامها، ولكن بضغط من حسني مبارك أخذ الورقة، وبدأت المسلسل باستثمار نتائج الانتفاضة الأولى من خلال الذهاب إلى اتفاقيات أوسلو. أما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها الأمنية اختلفت الصورة بشكل دراماتيكي، خاصة عندما تعهد الرئيس ياسر عرفات لرئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين من خلال رسالة مكتوبة، وذلك قبل توقيع اتفاقيات أوسلو تنص على استعداد المنظمة لوقف كل أشكال المقاومة وملاحقة أي طرف يقف ورائها ومحاسبته، وهذا كان المدخل الأول للاتفاقات الأمنية في أوسلو وملحقاتها، والتي نصت على حق إسرائيل بالإشراف على أمن الضفة الغربية وقطاع غزة ومتى شاءت، وربط مساحة السيطرة للسلطة على الأرض بمدى التزام السلطة الوطنية بتلك المفاهيم. يعني أنت طيب بتأخذ، أنت طيب أكثر بتأخذ أكثر، أنت تراجعت عن طيبتك لن تأخذ شيئا. وبناء على ذلك تم تقسيم المناطق إلى A و B و C، حتى يعني يذكر لما أثبتت السلطة التزامها بالتنسيق الأمني، لأن الأساس أوسلو هي اتفاق أمني بمقدار التزام السلطة بالاتفاقات الأمنية بمقدار الانتقال من A إلى B إلى C. وحتى هذه اللحظة انتهاء أوسلو في 3/5/1999، وحتى اللحظة لم نسيطر على B مش على C. كل ما تقدم أنتج تداعيات خطيرة على المجتمع الفلسطيني على النحو التالي: أصبح من الطبيعي والمقبول أن يقبل أي مسؤول فلسطيني أن يقوم أي مسؤول فلسطيني بالاتصال مع الجهات المعادية لترتيب أي قضية ذات صلة بالصراع، وهذا حدث يعني من خلال شخوص كثيرة كانت تجتهد وتتصل، والبعض فتح قنوات خاصة بي وأدى في النهاية إلى الحالة التي نمر بها الآن.
اثنين خلقت حالة من الانقسام السياسي في المجتمع الفلسطيني أدى إلى ظهور حقر القراءة أدى إلى ظهور كيانين فلسطينيين متناحرين ووضع المشروع الوطني الفلسطيني في مهب الريح وفتح الباب أمام حلول تبدد أحلام الشعب الفلسطيني كدولة غزة والتقاسم الوظيفي مع الأردن في الضفة الغربية وتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية في كل المناطق في الوقت الذي بقي التنسيق الأمني على حاله وعلى نفس الوتيرة. ثلاثة سهولة الاستفراد في الضفة الغربية واقتحام المدن والقرى وحتى مقر المقاطعة في رام الله نتيجة لغياب سلاح المقاومة واعتقال المقاومين من الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، وأحد الأمثلة على ذلك هو اعتقال الرفيق أحمد سعدات والمناضلين الأربعة الذين نفذوا حكم الإعدام بزئيفي. وبعد ذلك بدأت سياسة الباب الدوار، بمعنى أن يقوم السلطة باعتقال هذا المناضل أو هذا الرفيق أو هذا المجاهد ثم يخرج باليوم الثاني لتعتقل إسرائيل. وأصبحت العملية، ويعني بعد العملية الأخيرة في القدس تم اعتقال 28 رفيق للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، والباب الدوار اشتغل عليهم لو حد ما وصل العدد إلى 380 معتقل بعد عملية القدس بعد قتل الحاخامات في مدينة القدس. الاستفراد بقطاع غزة وتدمير بنية التحتية وتصفية قيادات العمل الوطني والإسلامي والبنية التحتية للمقاومة من خلال ثلاث حروب ضارية على قطاع غزة ومن خلال الاجتياحات المستمرة للأراضي الفلسطينية، فتح المجال لدول الإقليم للتطبيع السياسي. يعني أصبح الأمر يعني بسيط جدا ولم يعد عيبا ولا ممنوعا ولا حراما ولا خيانة الاتصال بالإسرائيليين، فصار من السهل لأي دولة مثل قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر وكل الدول أصبح الاتصال بدولة إسرائيل على كل أصعدة أمنية وغير أمنية أمرا طبيعيا لدى كل المواطنين الفلسطينيين والعرب. الوضع الاقتصادي من نتاج التنسيق الأمني وحالة الضعف العام كان حصار قطاع غزة اقتصاديا أدى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني في القطاع وزاد من معدلات الفقر والبطالة وظهور ظاهرة الأنفاق التي خلقت اقتصادا مشوها كانت نتائجه تدميرية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ربط التنسيق الأمني الاقتصاد الفلسطيني الضعيف بالاقتصاد الإسرائيلي القوي وجعل رأس المال الدوار في الأراضي الفلسطينية تحت رحمة الرضا الإسرائيلي عن أداء السلطة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وأعطى الحق لإسرائيل لمنع دفع تلك الأموال متى شاءت. ربط التنسيق الأمني بالمساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة بأدائها الأمني، بمعنى أن أداء الأمني ممكن أن نحث المانحين إذا الأداء الأمني سيء سنتوقف عن ذلك بأدائها الأمني في محاربة المقاومة فكرة وبنية وممارسة، حتى الفكرة المطلوب يعني منع الفكرة، بمعنى قتل فكرة المقاومة في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني وفي أذهان جيل كامل. ربط التنسيق الأمني بالمساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة بأدائها الأمني في محاربة المقاومة فكرة وبنية وممارسة، وهذا أدى إلى تشكيل لجان دولية أمنية أمريكية.